في أيامنا هذه عليك أن تلقي نظرة متمعنة على أي صورة ستراها بالإنترنت. إن تطبيق فوتوشوب وتطبيقات أخرى مشابهة لتعديل الصور ووضع الإضافة عليها جعلت فبركة الصور شيئا سهلا، وأصبح من الصعب أن يميز الإنسان الطبيعي الصور الحقيقية. اليوم سنعرض عليكم 5 صور حقيقية لن تصدق أنه لم يتم إضافة أي تعديل عليها بتاتا. لنبدأ. برك البوتاسيوم. قد تبدو لك هذه الصورة في الوهلة الأولى مفبركة، لكن في الواقع هي حقيقية، بحيث توجد برك التبخير الزرقاء هذه وسط صحراء قاحلة في يوتاه، وقد شكلت مشاهد من عالم آخر. لكن بالطبع لن تريد أن تجرب هذه المياه، بحيث أنها في الأصل عبارة عن برك تبخير البوتاس، الأملاح التي تحتوي على البوتاسيوم، كما أن هذه الأخيرة تدار من طرف أكبر منتج لكلورور البوتاسيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يدعى أنتريبيد بوتاش. إضافة إلى ذلك، فإن البركة الغريبة قد أعطت اختلافا عجيبا بوجودها في صحراء مواب الحمراء التي تحيط بها، كما توجد مجموعة من الألواح الزرقاء والحمراء في برك التبخر نتيجة وضع صبغات صناعية تساعد على التبخر. وعند الانتهاء من عملية تبخر المياه الموجودة بالبرك بسبب أشعة الشمس الحارة، تبرز بلورات البوتاسيوم والملح والتي يتم جمعها قصد إنتاج مواد كيميائية بدون رائحة. بقايا جثة رائد الفضاء السوفيتي. في الوهلة الأولى قد تبدو لك هذه الصورة كمجموعة من العسكريين وهم يتأملون في شظية من الفضاء الخارجي، لكن في الواقع أن هذه الأخيرة هي في الأصل عبارة عن بقايا جثة رائد الفضاء السوفيتي فلاديمير كوماروف في جنازتها. مات هذا الأخير عندما تعطل سويوز 1 ولم يتمكن من العودة إلى الأرض سالما، مما أودى بحياة كوماروف. وهناك من الشائعات ما يقول أن كوماروف مات وهو يسب ويشتم الذين قاموا على تصميم مركبة الفضاء والمراقبين الجويين في 24 أبريل سنة 1967. ووفقا ليوري جاجارين وهو زميل لرائد الفضاء كوماروف، فإن المسؤولين قد أهملوا بعض الأعطاب الموجودة بمركبة الفضاء سويوز 1. إضافة إلى ذلك، فقد طلب رائد الفضاء كوماروف أن يكون نعشه مفتوحا خلال جنازتها حتى يتسنى للعالم رؤية ضرر الجسيم الذي سببه الطاقم لها، وقال ذلك حين علم بأن المركبة تشتكي من عطب ماء وبأنه لا محالة في عداد الموتى. الخدعة البصرية. ما يبدو عليه كأربع صور مختلفة، وهو في الأصل فضاء واحد تم استعمال تقنية تمويه للعقل والعين فيها حتى يجعل كل من يراه يظن بأنها عبارة عن فضاءات مختلفة. لنجاح هذه الطريقة تم اتباع تقنيتين، الأولى هي عن طريق استعمال ألوان موحدة في كل مشهد وهي تختلف بين كل واحد إلى آخر، والتقنية الثانية هي عن طريق استخدام أجسام فاصلة في كل مشهد حتى تعطي شكل الصورة المفصولة. فبمجرد أن يظهر جسم خارج إطار ما ستفقد الخدعة نجاحها وسيكتشف السر. ناغازاكي خلال القنبلة الذرية. إن هذه الصورة التقطت خلال لحظة تدمير مدينة وسكانها من طرف قنبلة نووية في وقت وقوع الفاجعة. تبدو الصورة وكأن أحدهم أجرى تعديلا عليها بالفوتوشوب، لكن في الحقيقة هي حقيقية 100%. لناغازاكي التي تم قصفها بقنبلة نووية من طرف القوات الأمريكية الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. يوجد العديد من الصور التي التقطت للقنبلة من الجو أو أخرى تخص الدمار الذي شمل المدينة بعد قصفها، غير أن هذه الصورة تعد الوحيدة من نوعها التي تظهر تصويرا من اليابسة للحظة قصف المدينة من طرف القنبلة النووية. انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما. انتشرت العديد من الفيديوهات المفبركة على الانترنت للرئيس الأمريكي باراك أوباما، غير أن هذا الشريط هو حقيقي وقد صور في رحلة جوية مليئة بصحفيين. كان خلالها الرئيس يتحدث على الهاتف وفجأة مرت مضيفة طيران قربها وبدأت بالضحك لأنها سمعته وهو يقهقه. عندها بدأ كل الصحفيين بالتقاط الصور لها، وما كان منه إلا اتخاذ وضعيات مختلفة للتباهي أمام كل تلك الكاميرات الموجهة نحوها. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل أعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. تابعنا أيضا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط أسفل الفيديو.